يقولوا هنا صعب عشان بحكم الخليجيات ملقبات. لا مو صعب، مرة مو صعب. كل ما يسوون ببليسيتي إشهار حق الميك اب، حتى لو ما تجربي المنتوش من كتر ما يسووا له يعني الضجة في السوشيال ميديا، طبعا ندش السناب ندش الانستغرام المواقع، تشوفين عندك فضول تاخذين المنتوش. ما كنا ناخذ راحتنا ابدا. اولا في الميك اب صعب ان الرجال بيجي بيجرب لي على يدي ولا على وجهي، صعبه مره. فكنت اجرب واخذ، وحتى ما كانوا يشرحون يعني ولا يسالون ايش نوع البشره، ايش اللي يناسب ما يناسب، كنا ناخذ وبس يعني.